طيب، in page 10 خلينا ندرس how do we measure distances in the universe. احنا عارفين ان universe very big، حتى ابسط يعني شيء ممكن تطلع عليه between our star and Neptune, okay, which is the last planet, المسافة 4.5 billion kilometer. وهذا ايش؟ one solar system part of the one of the other million billionth of stars in the galaxy way. Galaxy way واحد من other billions of galaxies. تخيلوا قديش المسافات عملاقة راح تكون ما بين مكونات ال universe. طيب. Is it possible to use a normal measurement that we use on Earth, اللي هو كيلومتر والميتر والأبصر شو؟ طبعا impossible. For scientists, they use a new, create new things, new measurement. فإحنا ممكن نقول إحنا عنا وإحنا بنشتغل بالأرض ممكن نقول مليمتر أكبر من المليمتر سنتيمتر أكبر من السنتيمتر متر أكبر من المتر كيلومتر، صح؟ لأن هم ذي كل مثلا as an example كل متر has 100 سنتيمتر، صح؟ as an example فكل واحد فيهم أكبر من الثاني بعدد معين. الآن scientists they used a new measurement اللي هي حكوا إنه ال 9.5 تريليون كيلومتر هي عبارة عن إيش يسموه light year. فاللايت يير هي مسافة وليست زمن، مش وقت. اللايت يير هي السنة الضوئية، مش وقت، هي مسافة. قديش هاي المسافة؟ هي عبارة عن 9.5 تريليون. فاللايت يير I'm sorry أنا بس مشان نبدأ أكتبها علشان ما حدا يظل عنده إيش year equal to what equal to 9.5 trillion okay كيلومتر. light year مسافة distance okay distance. فاللايت يير مش زمن، هي مسافة distance. قديش هي؟ هي 9.5 تريليون كيلومتر، واضح؟ طيب من وين جابوا هذا الرقم؟ هسا احنا عرفنا اللايت يير شو هي، قديش هي المسافة اللي بنسميها لايت يير. فمثلا لو حدا قال لك انه بين الارض وبين مثلا كوكب ثاني او نجم ثاني 2 light years. شو بتساوي؟ تقول 9.5 times 2. 2 light years. Light year هي 9.5 trillion kilometer. فقديش 2 light years؟ فشو بنقول؟ بنقول 2 times 9.5 which is قديش 19 trillion kilometer. صح؟ 19 trillion kilometer. فهمنا؟ إذا واحد حكى إنه والله أقرب the nearest star to Earth is 4.5 light year، ممكن نحسبه بالكيلومتر؟ طبعاً ممكن نحسبه بالكيلومتر. طب تخيل واحد يقول والله في نجم بعيد عن الأرض 1000 light year، بصير الرقم كبير جداً إنه نحسبه بالكيلومتر، بصير يعني مشكلة. عشان هيك يعني حتى تصير الحسابات بالفضاء أسهل استخدموا اللايت يير بدل ما يستخدموا الكيلومتر أو المايل. واضح الأيديا؟ طيب من وين إجا هذا الرقم 9.5 لايت 9.5؟ من وين إجا؟ إجا من هون، إجا من هون. هسا الساينتست لقوا إنه لايت سبيد إز 300,000 كيلومتر كيلومتر بير سكند، سرعة الضوء تقريبا 300,000 كيلومتر بالثانية. كويس؟ قالوا طيب
قديش الضوء ممكن يمشي مسافة خلال السنة؟ إذا بالوقت صفر طلع ضوء من هون، من هاي النقطة الحمراء اللي أنا رسمتها هون على الزاوية. دقيق، خليني أشيل كل شيء وأبدأ من جديد. هاي النقطة، هاي الحمراء اللي رسمتها هون. إذا انطلق منها ضوء، okay, if a light start from here and start from this red point. خليني أغير الكالر. طيب قد بعد سنة قديش بيكون هذا الضوء مشي مسافة؟ After one year، بعد سنة من سنوات الأرض، بعد 365 يوم. إذا ضوء طلع من هون، من المنطقة هاي، وظل ماشي بعد سنة، قديش بيكون قطع مسافة؟ نقدر نحسبها احنا سيمبل، بس هي محسوبة عنا هون، بيكون قطع مسافة 950 تريليون كيلومتر. إذا ضوء طلع من هون بعد سنة، بيكون قطع هاي المسافة اللي هي 9.5 تريليون كيلومتر. تريليون، خلينا نكتبه تريليون كيلومتر. واضح؟ من هون إجي 9.5، إنه المسافة اللي بيقطعها الضوء خلال سنة هي 9.5 تريليون كيلومتر. مشان هيك إجوا إيش سموا هاي المسافة؟ سموها سنة ضوئية. واضح؟ طيب تمام. طيب الآن the nearest star to Earth اسمه Proxima Centauri. شو اسمه؟ بروكسيما سنتوري، أقرب نجم إلى الأرض اللي هو السن، الشمس تبعتنا. طيب إيش هو أقرب نجم ثاني اسمه بروكسيما سنتوري؟ هذا بدي إياك تحفظه. بروكسيما سنتوري قديش بعيد عن الأرض؟ بعيد 4.3 light year، بعيد عن الأرض 4.3 سنة ضوئية. يعني لو أنا أجي سألت سؤال ثاني، قلت قديش بيأخذ الضوء حتى يصل من بروكسيما سنتوري إلى الأرض؟ بتقول لي بيأخذ 4.3 حتى يصل. كويس؟ أيوة. ليش؟ لأنه light year here is the distance that light traveled through space in one year. المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة واحدة واللي هي قديش؟ 9.5 كيلومتر per year in one year. حلو؟ فلو أنا حكيت سألت هيك، قلت Proxima Centauri is the nearest star to the Earth after the Sun. How long it takes the light to travel from Proxima Centauri to Earth? If I told you that the distance of the from Earth to Proxima Centauri is 4.3 year light year light years، شو بتحكوا؟ كثير الجواب سهل. إذا المسافة ما بين الأرض وما بين this star لبروكسيما سنتوري 4.3 light years، معناته الضوء حتى يمشي من Proxima Centauri حتى يصل الأرض بده 4.3 year. بسيطة. واضح؟ طيب الآن إذا قلنا لكم إنه هاي الشمس تبعتنا، هاي الأرض، إذا قلت لكم إنه الضوء حتى يصل من الشمس، حتى يصل من الشمس، حتى يصل من الشمس للأرض بده 8 minute، بده 8 دقائق. قديش بده؟ 8 دقائق حتى يصل الضوء من الشمس
الأرض هو 8 دقائق، بوينت كأنه 4 تقريبا، 8 دقائق حتى يصل من الشمس للأرض. أوكي، إذا قلنا هاي هي الوقت اللازم للضوء حتى يمشي من الشمس للأرض، فإحنا بدل ما نحكي إنه المسافة ما بين الشمس والأرض هي حوالي 91 مليون كيلومتر، بنحكي المسافة بين الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية. 8، آسف، 8 light minutes. كويس، 8 light minutes. فإذا إحنا الوحدة المستخدمة للقياس بالفضاء هي إيش؟ هي light year، واللايت year فيها light minutes. كويس، وهكذا. أوكي، طيب بالنسبة إحنا إلى قديش ممكن يأخذ معنا وقت حتى نسافر بالفضاء ونروح؟ هل نقدر نروح على أبعد كوكب موجود عنا؟ هل نقدر نروح على أقرب نجم إلنا؟ هل نقدر نروح على نجوم بعيدة وقريبة زي ما بدنا؟ ولا في إيش يعني؟ what is our limitation؟ طبعا انتوا عارفين شو الليميتيشن، انه احنا we can the fastest spacecraft that we have. okay، قديش سرعتها؟ اسرع مكوك فضاء عندنا موجود سرعته تقريبا ما بتتعداش ال 58,000 كيلومتر بير اور. اوكي، ممكن يمشي بالسرعة هاي بالفضاء، فيش عنا اشي اسرع من هيك. طيب اذا انا سألت اذا احنا عنا مركبة فضائية بتمشي بهاي السرعة 58,000 كيلومتر بير اور، بتمشي بسرعة 58,000 كيلومتر في الساعة، بهاي السرعة قديش ممكن، متى ممكن نصل للبروكسيما سنتوري، لأقرب نجم إلنا بعد الشمس؟ قديش بدنا؟ هون هم حاسبنا إياها، بيقول إنه إحنا بدنا 75,000 year، بدنا 75,000 سنة. إذا مركب اليوم طلعت من الأرض ومشيت باتجاه البروكسيما سنتوري، باتجاه واحد من أقرب النجوم للأرض، بدها 75,000 سنة حتى تصل هذا النجم. تخيلين، أرقام خيالية. مشان هيك إحنا محدودين، نقدرش نسافر، نقدرش نبعد كثير عن الأرض. كويس، فتخيلوا معي قديش إذا بدنا نروح على نجم ثاني لسه بعيد، مثلا خلينا نحكي 1000 سنة ضوئية عن الأرض، جوا نفس الجالكسي اللي احنا فيها ميلكي واي. طب تخيلوا احنا اذا نروح على جالكسي ثانية، تخيلوا احنا اذا نروح على جالكسي بعيدة عنا كمان مش قريبة عنا، باخذ معنا هذا الكلام millions and millions of years، وهذا impossible to happen. طيب بدي منكم تطلعوا لي على الكويشن 11. اوكي، في جالكسي اسمها اندروميدا. اندروميدا جالاكسي is located approximately، بعيدة عنا تقريبا 2.5 million light year from Earth. Why is the light okay that reaches the Earth 2.5 million years old؟ سنبدأ أسألكم سؤال. إذا عنا هذا الكوكب، هذا النجم اللي هو بروكسيما سنتوري، خلينا من السؤال 11 شوي قبل ما نرجع على سؤال 11، فهموا علي هذا المثال. هذا ستار اللي هو بروكسيما سنتوري، طلع منه ضوء، خلينا نحط الضوء لونه ايش؟ اصفر. طلع منه الضوء،
هذا الضوء وصل للأرض، هاي الأرض نرسمها باللون الأزرق، إنها إيش كويس الأرض فيها مي. تمام، هذا المسافة اللي قطعها الضوء من بروكسيما سنتوري حتى وصل الأرض 4.3 year. كويس، قعد الضوء حتى، يعني الضوء اللي طلع من هون حتى وصل لهون قعد 4.3 سنة. معناها الضوء اللي وصل الأرض هو ضوء عمره، يعني هاي نتفة الضوء اللي هون اللي وصلت للأرض عمرها 4 سنين و3 بالعشرة، صح؟ طب تخيلوا لي another star، هذا ستار ثاني بعيد كثير 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 عن الأرض، كثير بعيد مش شوي بعيد، خلينا نحكي 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة ضوئية. معناها الضوء حتى يمشي من هذا النجم حتى يصل للأرض أخذ ون، أخذ ون قديش؟ 1,000,000 year، أخذ 1,000,000 سنة حتى وصل للأرض. معناها هذا الضوء اللي وصلنا اللي مشي كل المسافة هاي 1,000,000 سنة وهو بيمشي، عمر هذا الضوء 1,000,000 سنة. يعني هذا الضوء اللي احنا رح نبدأ نعمله ديتكشن ونمسكه كي وندرسه عمره 1,000,000 سنة. تمام، هذا الضوء عمره 1,000,000 سنة. فهون السؤال اللي بسألنا إياه بالquestion 11، هاي الأندروميدا جالكسي بعيدة عنا 2.5 مليون light year. Why is the light that reaches Earth 2.5 million years old؟ ليش عمر الضوء اللي وصل الأرض هو 2.5 million years old؟ ليش هذا عمره 2.5 million years old؟ فكروا فيه، حاولوا لاقوا لي حل هذا السؤال. طيب خلينا هون نوقف.